يا بنات يا بنات، شوفوا مين اللي جيت اليوم يا بنات. سعاد ملك الابراج مؤيد. انت قوي زي ايش 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 الاشياء اللي تجذبني وايش الاشياء اللي اكرهها؟ تجذبك ليش بالضبط؟ ممكن الاداء، العطاء، خذ صفات الحمل عندك. صفات شكل الثور؟ لا يا اذا الطم قوة الثور. الثور قوي. ايه انت قوي زي طيب مستر ملك الابراج، الحين انا نهايه الثور بدايه الحمل، ايش تشوف شخصيتي؟ تاخذ حاجتين. ايش؟ تاخذ شكل الثور وتاخذ عمل. ايش الجنان اللي والله يا كسر الدنيا بالابراج خفيف. طيب منك انا نهايه الثور وبدايه الحمل، كيف تشوف شخصيتي؟ اشوف حتعطيك ايش اكثر شيء يضحكها؟ تنغزها كذا. برجرك بس يا جنان اللي قاعد اعطيها. تعطيها كل ما تعطيها تعطيك. ايش اللي ضايقها وايش اللي يفرحها؟ لما تسحب لهذا حتفصل عليك. ولما اعطيها برج ماما زوبا، ماما زوبا برج القوس، كيف اقدر اتعامل معاها؟ لازم تعطيها. اعطيها لازم تعطيها. اسمع حزينه اليوم، حزينه صح؟ باين. اسمع انا عندي ماي ماما، ماما زوبا. اوكي الولاء الله خليك تستمر برضو. حلو الكلام. والاء اذا كلمتك ولا شيء. يا اخي تابه تابه والله انك تابه والله تحيي. طيب اعطيني عن برج القوس. الاولاد ولا البنات؟ البنات. برج الحوت. شوية هو يشتكي كثير، يشتكي شكاية درامي. عنده حاجة كمان لازم تعرف لها. ايش هي؟ ما يحب القسوة. لا الحوت. لا لا بالله يا خلي الحوت. الحوت والله حيتعب. بالله؟ والله يتعبني. يحبك ما يسيبك لين يموت. والله ما يسيبك غيره. غير كذا يحبك. خليك حال حنون. ايه حال حنون. حال حنون. القوس القوس القوس، عطني القوس. القوس؟ لا تخنون. لا تخلو. لا تخلو. إيه. شكرا ملك الأبراج، شكرا مؤيد عثمان. Hey guys. دي حريته. ومرح ولعلوم كتكوت. اجلس ينقل. انزل يا مدلع. هاي قم من هنا. قم من هنا يا تافه. مؤيد. مؤيد السؤال. يا أخي متى نفرح فيك؟ أنا عن نفسي فرحان والله. شوفوا يوم فاضيين أنتوا فيه وأنا فرحان. لا لا مو ده قصدي. يا أخي متى تتزوج؟ ويصير عندك بنات يعني وأسرة. يعني الفكرة فيه والله. إيه فيه. إيه إيه والله لي 4 سنين أدور على برج الحلال. حلو. ثاني شيء أنا أتفق مع كل الأبراج. والله العظيم. والله مع كل الأبراج. صرت أعرف له ما أعرف. طيب والله إيش رأيك الحمل والقوس؟ حريقة. برج ناري برج ناري. طيب. ما زلت. طبعا يا جماعة مؤيد برج الثور. إيش البرج اللي كوكب؟ برجك يعني برج الثور ايش؟ اول شيء برج الموتور. ايوه. ولد حمل؟ ايوه بنت حوت. انت ولد حمل؟ لا مو بتضبط مين؟ يا تافه. لا من جد اقول لك حمل وحوت. ايوه. القضيه فيها موت. لا لا شوي احتاج واحد يهدي الليل. حمل وحوت يعني ولد حمل وبنت حوت ولا؟ ايوه. فيها من صار وحوت. فيها كمية حب. ولع صح. فيها كمية حنان. ول الديلة متدلع. يعني قريب إن شاء الله راح نسمع زواجك. يلا يا ملك الأبراج. لا لسه باقي لسه. يعني الله ما رزقك بالبرج المناسب؟ لسه باقي. طيب. بطلع الأبراج الصينية. برج التنين لا يفوتك. إيش هي؟ قفلها يا مؤيد. أنزل يا متدلع.